السلام عليكم. قضية بسنت خالد، البنت اللي ابتزت بصور معينة، صور خادشة للحياء والتنمر عليها على وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه سمعتها. البنت اللي ملقتش ملجأ إلا إن هي تنتحر، وانتحرت بحبة الغلال. بسنت خالد اللي هيكتب على جوجل هيعرف بسنت خالد والقضية بتاعتها من أولها لآخرها، وإزاي إن صورها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بصور مسيئة ليها وبتضر بسمعتها وبسمعة أهلها، اللي دخلتها في مرحلة كبيرة من الاكتئاب، وبعدها على طول قررت إن هي تنتحر. ده موضوع بسنت خالد اللي يحب يعرفه للمرة التانية. المرة دي اتكررت الموضوع في الشرقية، تحديدا في كفر أولاد صقر تقريبا بالشرقية. الموضوع ما بين بنت اسمها هايدي وعزة، عندهم 15 سنة. هايدي وعزة متعودين على بعض قوي، صحاب قوي المفروض، ولكن بعد كده هنتكلم على حاجة بالنسبة للعيلة في حاجة زي كده. المهم البنتين صحاب قوي، هايدي وعزة، على طول بيقعدوا مع بعض، الاتنين جيران من منطقة واحدة، البيوت لازقة في بعضها على طول. كل يوم والتاني عزة عند هايدي في البيت، كل يوم والتاني بيتصوروا صور معينة. السن ده اعتقد ان هو سن المراهقة للبنات، الستات هيعرفوا اكتر في حاجة زي كده. المهم بيتصوروا صور على طول مع بعضهم، بينزلوها على تليفوناتهم وبيبعتوها لبعضهم. مرة كانت في بعض الصور اللي هي عريانة شوية، سواء لعزة أو سواء لهايدي، الاتنين بيعتبروا بعض ان هم اصحاب، والاتنين على طول بيبدلوا الصور مع بعض ومفيش مشكلة بيتصوروا. في احدى المرات عزة اتخانقت مع هايدي البنت الغلبانة، اتخانقت معاها وخناقة كبيرة، قررت بعدها ان هي تاخد الصور كلها بتاعت هايدي وتديها لاتنين شباب هاكرز او شغالين في موضوع الهاكرز والفوتوشوب والحاجات دي كلها، وقرروا ان هم يبتزوا هايدي. بمعنى عزة راحت قالت لهايدي انت هتعتذري لي على الموقف اللي حصل ما بيني وما بينك، يا الا هنزل صورك كلها على وسائل التواصل الاجتماعي. هايدي ما خدتش في دماغها الموضوع وسابت الموضوع يعدي زي ما هو. بعدها بفترة لقت ام عزة بتكلمها، امها اللي عندها 50 سنة، بتكلمها بتقول لها لو ما بعتلناش 2000 جنيه او بعتلنا فلوس او جيت اعتذرتي انتي واهلك هننزل صورك على وسائل التواصل الاجتماعي. دي ام عزة اللي هي صاحبة هايدي. المهم هايدي برضو ما خدتش في الكلام ولا عملت اي حاجة. المهم قررت ام عزة ان هي تلجأ لاتنين من قرايبها، وتلجأ لبنتها اللي هي عزة اللي هي معاها الصور، واتنين تاني شغالين في مواضيع الهاكرز ومواضيع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها. الاتنين اخدوا الصور وبالفعل بدأوا ينزلوها، وينزلوا الصور ويشوهوا سمعة هايدي. هايدي وصل لها الكلام ده كله، ما عرفتش تعمل ايه في الاول، ولكن في الاخر قررت ان هي تبلغ امها. قالت لامها على كل حاجة، ولكن دخلت في دور اكتئاب ما بعد اكتئاب. هايدي كل شوية تشوف صورها على الفيسبوك وتشوف صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي مشوهة السمعة برضو. نفس القضية بتتكرر بتاعت بسنت خالد. المهم قررت هايدي ان هي تتخلص من حياتها، لما لقت نفسها في مرحلة مش عارفة ترجع من المرحلة دي تاني. بمعنى صورها كلها موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس بيبعتولها على اساس ان هي سيئة السمعة، البنت صاحبة ال 15 سنة. هايدي كل اللي عملته راحت اشترت حاجة اسمها حبة الغلة. حبة الغلة دي هنتكلم عليها في مرحلة لاحقة، ولكن راحت اشترت حبة الغلة وكتبت لأمها أو بلغت صاحبتها سارة إن هي تبلغ أمها إن هي قررت تنهي حياتها بسبب موضوع الابتزاز اللي هي دخلت فيه ومش عارفين يطلعوا منه. بالفعل هايدي راحت اشترت حبة الغلة، وبالفعل خدتها وبالفعل توفت، ما لحقوهاش في المستشفى. ده موضوع هايدي وعزة اللي هي الصحبة اللي هي المفروض كاتمة الأسرار. ما علينا، ده الموضوع اللي هز أولاد كفر صقر بالشرقية، اللي هزوا تماما بسبب موت الفتاة الغلبانة أو الطيبة أو المسكينة أو أيا كان ممكن نقول عليها، إن هي واحدة اتشوهت سمعتها بسبب واحدة صاحبتها. كل اللي حصل إن هم عايزين يبتزوها أو عايزين ياخدوا منها مبلغ مالي أو عايزين يشوهوا سمعتها أيا كان. ده الموضوع باختصار شديد جدا اللي حصل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة اللي فاتت. طيب الموضوع خلص والقضية شغالة والاتنين اتمسكوا.
اللي هما الاثنين الشباب اللي هما عملوا الصور دي كلها المفبركة لهايدي. اتمسكوا واعترفوا، وقالوا ان احنا عملنا الصور وبعتناها بعد كده لعزة وامها، وهم اللي نزلوا الحاجات دي كلها على السوشيال ميديا مش احنا. احنا كل اللي عملناه ان احنا عملنا الصور المفبركة وجهزنا المواقع اللي هتنزل عليها الصور دي كلها، وهم خدوا الحاجة دي بمعاونة ناس معاهم وعملوا الليلة دي كلها. الشابين اعترفوا بكل حاجة. دول متهيألي عايزين اعدام، عايزين ان هم يتجزوا كده من على وجه الارض. ما علينا، ده الموضوع اللي حصل باختصار شديد جدا، واتمسكت كل الاطراف وكله بلغ على كله وكله اتكلم على كله وكله اعترف على كله. ده مختصر الكلام. لو هنتكلم على حاجة اسمها حبة الغلة، حبة الغلة دي حاجة كده بتحفظ في السماد، معروفة كده هو عندنا في الناس اللي هي المزارعين، حبة الغلة بتحفظ في السماد، وخصوصا ان السماد لما بتحفظ بيبقى عايزين لها عملية اسمها عملية التبخير علشان تحفظ الأسمدة دي، ولكن أسعارها بتبقى غالية جدا. ولكن بعد كده بالتطور وبالذكاء والحاجات اللي هي الجديدة اخترعوا حاجة اسمها حبة الغلة. حبة الغلة بتعمل نفس مفعول التبخير في الأسمدة، ولكن عن طريق حبة الغلة دي اللي هي بواحد جنيه، يعني جنيه واحد. المهم دي رقم واحد في المعلومة الأولانية لحبة الغلة. في أكتر نوع من أكتر من 18 نوع لحبة الغلة، كلها أشكال وألوان، وكتير من النواب قبل كده حاولوا إن هم ما يدخلوش حبة الغلة دي مصر مرة تانية بسبب وجود أو انتحار بعض الأشخاص، وكتير جدا في الفترة الأخيرة بسبب حبة الغلة دي. واحنا برضو بنناشد وبنقول للناس يا ريت حاجة زي كده تحصل، لأن احنا المفروض إن احنا نمنع وجود حاجة اسمها حبة الغلة دي إنها تبقى متواجدة في مصر، وخصوصا إنها بتباع للناس بطريقة شرعية ومفيش أي مشكلة. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، الناس اللي هي أصحاب مخازن الأسمدة أو شركات الأسمدة أو الحاجات دي كلها، المفروض هي ما تطلعش حبة الغلة. يعني مش بنت صغيرة هتيجي لحضرتك وتديها حبة الغلة علشان بجنيه أو علشان هي ملهاش أي لازمة أو علشان هي مباحة إن هي تشتغل في الأسواق. دي رقم تلاتة. رقم أربعة، المراقبة لازم تبقى من الطب البيطري والوزارة بتاعة التموين ومباحث التموين في شركات الأسمدة اللي هي بتبيع حبات الغلة دي. وحبة الغلة دي المفروض محدش يشتريها إلا وهو بالغ سليم كذا وكذا وكذا، يبقى ليه مواصفات معينة ان هم يشتروها، لان هي دورها الاساسي ان هي بتحفظ الاسمدة. ما اعتقدش ان بنت صغيرة عندها 15 سنة عندها مخزن مثلا قمح بتحفظه، او عايزة تحفظ القمح ولا الغلة اللي عندها. دي بعض المعلومات اللي هي على حبة الغلة، واحنا برضو بنناشد وبنقول لكل الناس يا ريت وبكل النواب يا ريت بعد اذنكم نمنع حبة الغلة دي من تداولها في مصر مرة تانية، لان الموضوع كتر وانتشارها كتر جدا وبسببها حصلت كذا عملية انتحار. ده الموضوع بتاع حبة الغلة. لو هنرجع تاني بحاجة بسيطة، هنرجع للأسرة الصغيرة اللي هي هايدي اللي هي توفت رحمة الله عليها وأمها وأخواتها، وهنرجع لعزة وأختها وعزة وأمها وأخواتها. ما أعتقدش خالص إن الأهل هنا في رقابة بنسبة 100% على هايدي بنتهم، بمعنى إن عزة أكيد هي وأمها معروفين بأخلاقهم الغير سوية، بمعنى إن هي عشان عزة وأمها وأخواتها يدخلوا في الحوار زي كده ويدخلوا في موضوع الابتزاز اكيد عملوا كده اكتر من مره مع اكتر من شخص، واعتقد ان المفروض ان السمعه بتاعتهم متعارفه ما بين اهل المنطقه. يبقى حضراتكم كعيله المفروض تحابوا وتحافظوا وتعملوا كفرنج على اولادكم في حاجه زي كده. ما نقولش اي حد يدخل البيت، وما نقولش اي حد مفيش مشكله دول صحاب. دي النقطه الخاصه بالعيله. نقطه تانية برضو خاصه بالعيله، المفروض حضرتك او حضرتك الاب او الام او حتى الاخوات لما بتلاقوا ان بنتكم دخلت في حاله من الاكتئاب، حاله معينه من الاكتئاب، المفروض ان انتوا تقفوا معاها تؤزروها، مش تضغطوا عليها اكتر واكتر واكتر. تقفوا معاها تعرفوا الدنيا فيها ايه، تحاولوا تحلوا لها الموضوع. والموضوع لو متحلش في حاجه اسمها المباحث او الشرطه، ممكن تبلغوا حاجه زي كده وتاكدوا ان هي ان هم هيجيبوا لكم حقكم في اقرب وقت. لكن الموضوع ان هو يتساب بالمنظر ده ادى الموضوع الى حاله الاكتئاب اللي دخلت فيها هايدي صاحبة ال 15 سنة، وقررت ان هي تنتحر بعيدة عن ان هي تبلغ ابوها او امها. دي النقطة التانية او التالتة اللي احنا لازم نعمل كفرنج لاهل بيتنا اللي هم الصغيرين، الاطفال الصغيرين تحديدا. مرحلة المراهقة لازم الام تبقى مع الام، لازم الام تبقى مع البنت او مع الابن بنسبة 100%، وهكذا الاب. ما ينفعش نسيب لهم الحبل على الغارب، لازم نعرف مين اصحابهم ومين اللي بيمشوا معاهم وهكذا. نقطة كمان لازم نتكلم فيها الا وهي حضرتك تصوري، حضرتك تتكلمي، ولكن لازم يبقى في رقابة في الموضوع. بمعنى التليفون عليه مليون صورة،
المفروض الصور دي سبيشال خاصه ليكم انتوا بس. مع احترامي مش هطلع صوره او مش هطلع صور الا لما اكون الشخص اللي قدامي واثق فيه مليون في الميه، ولازم ابقى واثق فيه مليون في الميه علشان ابعت له الصور دي، حتى لو هم اصحاب او حتى ان هم اي حاجه. ما علينا في الموضوع، الليله كلها بتتلخص ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها حدود في المعامله او حدود في التعامل علشان بعدها نعرف نتعامل مع الناس. وده اللي حصل مع هايدي، انها كانت مامنه بنت عزه اللي هي صاحبتها، اللي هي نحط تحت الكلمه دي مليون سطر، ان هي كانت مامناها، ولكن في الاخر طلعت ان هي خاينه للامانه وبعتها باقل الاتمان. رحمه الله على هايدي، ربنا يصبر اهلها ويصبر اهالي منطقه كفر او ولاد صقر في الشرقيه على موت هايدي، وربنا يبعدنا عن الحاجات اللي زي كده، ويبعدنا يا رب عن حاجه اسمها حبه الغله وتبقى فيها قوانين صارمه في المواضيع اللي كده. السلام عليكم.